قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فقوله عز وجل ألم، الهمزة هنا للاستفهام، والاستفهام في أصله ماذا يفيد عند البلاغيين؟ هو طلب العلم بالشيء المجهول للسائل بإحدى أدوات الاستفهام، وأداة الاستفهام هنا هي الهمزة. ولتعلم أن جميع أدوات الاستفهام أسماء ما عدا أدتين الهمزة وهل، وهذا نستفيد منه فائدة، وهي أن القاعدة في الأصول أن أسماء الاستفهام تفيد العموم، لم يقولوا إن أدوات الاستفهام، وإنما قالوا إن أسماء الاستفهام تفيد العموم. ومن ثم فإن الهمزة حرف، وهل حرف، وهنا حرف وهو الهمزة. والاستفهام هنا ليس على بابه، وإنما خرج لغرض آخر، وذلك لأن الاستفهام قد يخرج من أصله إلى غرض آخر حسب السياق. فالاستفهام هنا يفيد ماذا؟ يفيد التقرير، فيقرر عز وجل، لأنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فخرج هذا الاستفهام من أصله إلى التقرير مع علمه عز وجل بما صنعه هؤلاء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولم أداة جزم ونفي وقل، هنا جزمت الفعل المضارع. أين الفعل المضارع؟ وأعربه، ترى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وقل، قلبت الفعل المضارع إلى ماضي، ألم ترى، فيكون المعنى أرأيت الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. والفعل المضارع ترى أهو من الرؤية البصرية أو الرؤية العلمية، لأن الرؤية نوعان: رؤية علمية ورؤية بصرية. فالرؤية هنا رؤية بصرية لأنها عديت بإلى، ألم ترى، والخطاب لمن؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم ترى إلى الذين أوتوا، أوتوا يعني أعطوا، وهذه الكلمة تشعر بفضل الله عز وجل على العبد إذا أعطاه الله عز وجل علما، لأن العلم فضل من الله عز وجل. لكن ينظر إلى هذا الذي أوتي هذا العلم ماذا صنع به؟ أشكر الله عز وجل على هذه النعمة أم أنه كفرها؟ فقوله عز وجل أوتوا نصيبا، النصيب هو الحظ. وقوله عز وجل يؤمنون بالجبت، ما هو الجبت؟ أهو تعريف لكلمة أو لشيء واحد، أم أن هناك أشياء تندرج تحت هذا الجبت؟ بعض المفسرين ماذا قال؟ قال إن الجبت هو السحر، وبعضهم قال هو الشيطان، وبعضهم قال هو الصنم، وبعضهم قال هو الساحر، وبعضهم قال هو الكاهن. فالجبت اسم يدخل تحته أنواع كالسحر والكهانة والشيطنة وسائر ما ذكره المفسرون تحت هذه الكلمة. فما ذكروه رحمهم الله إنما هو من باب تفسير الآية بالمثال، وتفسير الآية بالمثال لا يعني الحصر، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، إذ جعل مثل هذه التفاسير، بل قال إن غالب اختلاف المفسرين إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. والطاغوت، الطاغوت لو نظرنا إلى اشتقاقه اللغوي وجدنا أنه مأخوذ من طغى، أي تجاوز. ولذا قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما تجاوز حده المتعارف عليه جرى ما جرى من إهلاك قوم نوح. فالطغيان من حيث اشتقاقه اللغوي يدل على التجاوز. الطاغوت فسر بأنه ما عبد من دون الله وهو راض. وقد ذكر الإمام المجدد رحمه الله في الأصول الثلاثة أن الطواغيث كثر ورؤوسهم خمسة، ذكر منهم من عبد من دون الله وهو راض، ثانيا من دعا إلى عبادة نفسه، ثالثا من ادعى علم الغيب، رابعا من تحاكم إلى غير ما أنزل الله، خامسا إبليس فهو إمامهم. ولذا لو نظرت إلى هذه الأشياء لوجدت أنها داخلة تحت مسمى
الطاغوت. يجملها ويحصرها ابن القيم رحمه الله في قوله: وما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وإذا لو نظرنا إلى حال اليهود لوجدنا أنهم تحاكموا إلى غير ما أنزل الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فدل على أن ذكر الشيطان هنا مما يؤكد أن الشيطان داخل تحت مسمى الطاغوت. ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الجملة واضحة، ووضوحها يفهم من ماذا؟ من سبب نزول الآية. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، يقول: إن معرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية. هذا النص جاء لسبب، وذلك أن حلي بن أخطب وكعب بن الأشرف ومعهم جماعة أتوا إلى مكة ليجتمعوا على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: نحن لا نأمنكم حتى تسجدوا لأصنامنا، فسجدوا. ثم قال لهم أبو سفيان: أينا أهدى سبيلا؟ أنحن أم محمد؟ فنحن نذبح الكوماء وهي الناقة السمينة، ونسقي الحجيج الماء مع اللبن، ونخدم وفود الله إلى بيته، أم محمد الذي قطع الأرحام وتبعه السرقة من غفار؟ فقالوا: أنتم أهدى. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فإنهم لما أتوا إلى قريش وجرى ما جرى فيما ذكر من سبب النزول، قالوا: من هو أهدى، أنحن أم محمد؟ فقال اليهود: أنتم أهدى من محمد. فحكم الله عز وجل عليهم بقوله: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فلعنهم الله عز وجل، وأتى باسم الإشارة الذي يشار به إلى البعد، فلم يقل هؤلاء الذين لعنهم الله من باب الإشارة إلى القريب، إنما قال أولئك من باب الإشارة إلى البعيد، مما يدل على بعد وعظم ما ذهبوا إليه من هذا القول، فاستحقوا لعنة الله عز وجل.